السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. هقول مرة تنوروني وتشوفوا قناتي فيسعدني، وتاج على راسي اشتراككم بالضغط على الزر اشتراك الأحمر وتفعيل زر الجرس الصغير بجانبه، عشان دايما أول ما انزل فيديو جديد تكوني أول واحدة تتفرج عليه. النهاردة هكلمك عن شامبو مهم جدا وكتير من الأطباء بينصحوا بيه، وكمان سعره اقتصادي وعلى قد الإيد. وبرغم ان سعره منخفض لكن كفاءته عالية جدا جدا. بيعالج شامبو نيزيرول المضاد للقشرة بشكل كبير، القشرة الصعبة والقشرة الثابتة فترة طويلة. بيمنع كمان القشرة قشرة الراس واعراضها زي فروة الراس الجافة والقشرية والحمرة والحكة. الكثير من الأطباء بينصحوا بيه لأنه علاج مثالي في وقت سريع لكل شخص بيعاني من القشرة، وبيعتبر آمن وخالي من العطور. بيعالج كمان نيزيرول مش بس القشرة وفروة الرأس الجافة، ده كمان بيعالج الأسباب الكامنة وراء ظهور قشرة الرأس. بيعمل على إعادة فروة الرأس إلى حالتها الطبيعية والصحية. فوائده كتير جدا، عشان كده دلوقتي بقول لك لو انت عندك القشرة روحي دلوقتي جربي، وتعالي قوليلي على طول رأيك في الكومنتات. من اهم فوائد شامبو القشرة نيزورال ان هو بيعالج القشرة وبيمنحها، بيعالج الالتهاب المصاحب لقشرة الراس، وبيخفف من تهيج فروة الراس والحكة. طريقة الاستخدام: بلي شعرك كويس، والافضل تكون مية فترة، وبعدي عن المية الساخنة جدا او المية العادية. ثم ابدأي بوضع كمية قليلة من شامبو نيزيرول على فروة الراس، وده لكي الفروة للحصول على رغوة. واهم حاجة التدليك يكون بشكل رقيق وبأطراف الاصابع. وللحصول على افضل النتائج اتركي شامبو القشرة نيزيرول على فروة الراس لمدة ما بين 3 إلى 5 دقايق، واشطفيه كويس جدا بالمية. في اول 2 إلى 4 أسابيع استخدم الشامبو كل 3 أو 4 أيام لإزالة القشرة. بعد الأسبوع الرابع استخدمي شامبو نيزيرول للقشرة مرة كل أسبوع أو أسبوعين لمنع عودة القشرة، واستمري في الموضوع ده. وما تنسيش طبعا خطوة الترطيب، لأن للأسف الشديد معظم الشامبوهات اللي بتشتغل على القشرة بتسبب جفاف فروة الرأس، فاعتمدي على منتجات طبيعية ترطب فروة الرأس والشعر لتجنب تماما جفاف الشعر. ولكده وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نلتقي في حلقة جديدة ان شاء الله على خير. وما تنسوش حبايب الحلوين لايكاتكم الحلوة عشان تشجعوني، وطبعا انشروا الفيديو لو وصلتوا لحد النقطة دي مع اصحابكم وحبايبكم ومعارفكم واصدقائكم لكي تعم الفائدة. نلتقي في حلقة جديدة.